بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بنكمل حديثنا عن الماتلاب والإنتدكشن تو ماتلاب وبرمجة الماتلاب. بدنا نتطلع على بعض الـ built-in functions في الماتلاب حتى نستطيع نستخدمها في يمكن نستخدمها في البرمجة تبعتنا. من هذه الفانكشنز في عندنا الكونف والديكونف. طيب شو اللي بتعمل الكونف وشو بتعمل الديكونف؟ الكونف computes the product of two polynomials described by the coefficient of arrays A and B. The two polynomials need not be the same degree. The result is the coefficient array of a product polynomial. بمعنى لو كان عندنا polynomial يعني معادلة تربيعية أو تكعيبية وعندنا معادلة ثانية برضو يمكن تربيعية أو تكعيبية مش شرط يكون بنفس الأوردر بإمكاننا نضربهم مع بعض ويكون الناتج عندنا عن طريق الماتلاب الكونف هي اللي بتعمل هذا اللي بتعمله. الطريقة لعملية الضرب بتكون إنه إحنا نضع معاملات المعادلة الأولى في ماتريكس بنسميه A. فأنا الماتريكس A هذا بيحمل معاملات المعادلة الأولى و B معاملات المعادلة الثانية فالكوم بيعطيني النتيجة. الديكوم بيعطيني التقسيم يعني حاصل نتيجة التقسيم. لو كان عندنا برضو عندنا معادلتين خلينا نقول A و B بالشرط نحط NUM و DEN يعني numerator و denominator. بس هذا هو نفس المفهوم تبع A يعني نحط معاملات المعادلة اللي احنا بدنا نقسمها على بتكون على البسط والدينوميناتور هي معادلات المعاملات المعادلة بتكون على المقام فبيعطيني في هذه الحالة نتيجتين. النتيجة الأولى الـ Q اللي هي حاصل عملية التقسيم والـ R هي الـ remainder. يعني احنا حتى في الأرقام إذا كان عندنا مثلا 7 divided by 2 بيعطيني 3 remainder 1 ففي هذه الحالة في عندنا ريميندر. كذلك في بعض المرات ما عندنا ريميندر يعني تقسيم مثلا 10 divided by 5 give me 2 that's it no remainder remainder 0. نفس الشيء في المعادلات بس احنا بنحط الكيو والار. الكيو بتعطيني الكوشنت اللي هو القيمة لهذه النتيجة والار ريميندر اذا كان في ريميندر اذا ما في بيعطيني 0. يعني نطلع على بعض الأسئلة. إذا كان عندنا مثلا 8 is equal 9 minus 5 3 and 7 إيش هذا؟ هذا الماتريكس هو عبارة عن ماتريكس يحوي معاملات معادلة تكعيبية. كيف عرفنا تكعيبية؟ لأنه في عندنا أربع معاملات والB 6 minus 1 and 2 هذه يبدو أنها معادلة تربيعية أو لازم تكون معادلة تربيعية مش يبدو المعادلة التربيعية بالأساس لأنها في عندها ثلاث معاملات. الآن الـ product is equal conv A, B. الـ product راح يعطيني يعني بعد ما نضرب عملية الضرب يعطيني المعاملات المعادلة الناتجة من ضرب هذول مع بعض. لاحظ إذا كان عندها أنت معادلة تكعيبية هنا في عندنا معادلة تربيعية معناه ذلك أن المعادلة الناتجة راح تكون كو 5. الكوب 5 يعني انا لو بدي اقرا لو بدي اكتب البولينوميال الناتج نقول نقراها 54x to the power of 5 لانه عندنا 54 هنا وعندنا up to 6 minus 39x to the power of 4 plus 41x to the power of 3 plus 29x squared minus 1x plus 40. هذه المعادلة اللي ناتجة من ضرب هذول مع بعض. الديكوم بإمكاننا نستخدم نفس هذول. إذا كان عندنا مثلا الـ A والـ B بقدر أقول لنا الـ quotient و remainder أو بتقدر تقول Q and R بشرط تحط الكلمات كاملة. هذه بتساوي الديكوم اللي هي الـ function اللي احنا بنكون عنها built-in function في الماتلاب والـ A والـ B اللي هم اللي احنا عرفناهم في السبق فبيقسم لي الآن المعادلة التكعيبية هذه على المعادلة التربيعية هذه فنتوقع انه يكون عندنا الجواب يكون عندنا remainder. هذا بالنسبة للكونف والديكونف.
الآن نجي على في عندنا كمان built-in function اللي هي roots. هذه استخدمناها في السابق بس ما في مانع إنه نتكلم عنها لأنها بتتكلم عن المعادلات أو تتكلم عن polynomials، يعني طريقة نعرفها في السابق إنه كيف أنا أحل معادلة homogeneous equation قوتها 2 قوتها 3 قوتها 4، يعني في إمكاننا نحط المعاملات لهذه المعادلة في ماتريكس تسميه A، أو بنحط المعاملات نفسها كلها الماتريكس في داخل الأقواس بستخدم كلمة roots. roots تعطيني الجذور لهذه المعادلة. الآن في عندنا كمان built-in function مهمة جدا هذه اللي هي poly. البولي شو بتعمل؟ البولي بنعمل بتعمل العكس للكونف، يعني او سوري العكس للروتس. الروتس بتجد لي جذور المعادله اللي انا بعطيك معاملاتها. البولي اذا انا بعطي الجذر او جذرين، اذا انا بعطي جذرين او ثلاث للبولي بيعطيني معاملات المعادله اللي جذورها هذه اللي اعطينا اياها. يعني لو كان عندنا مثلا عندنا معادلة أنا بعرف جذورها تساوي minus 2 أو minus 7 بس بعرفش المعادلة، فبستخدم البولي تعطيني المعادلة اللي جذورها minus 2 أو minus 7. يعني في هذه الحالة لاحظ المعادلة اللي أنا بدي إياها اللي بتعطيني جذر minus 2 جذر minus 7 هي المعادلة 1x squared plus 1x squared plus 7x plus 10. هذه البولي. الآن نيجي على كمان function built-in function كمان هذه مهمة اللي هي polyval. إيش هي البوليفال؟ البوليفال تعطيني إمكانية إني أستطيع أعمل تعويض في أي معادلة تربيعية أو تكعيبية أو قوة ثلاثة أو قوة أربعة. قديش بقدر اجيب قيم اعوضها فيها مشان تعطيني ايش الناتج منها. يعني لو كان عندي مثلا معادلة y is equal 3x squared plus 4x minus 8 وكنت واحد طلب مني اني انا اعمل سكتش كيف شكل هالمعادلة هذه، فبدي اجد بدي اعمل جدول في قيم للx، اعطيه قيم للx افتراضية واعوض في الy واشوف قديش عند كل قيمة x قديش قيمة y على اساس اني يكون عندي جدول في اخر المطاف، يكون عندي جدول x و y وبعدها بعمل plot. البوليفال بيعمل لي هذه في one go. يعني شو اللي بدنا نعمله؟ بدنا نجيب المعادلة اللي احنا بدنا اياها زي ما عندنا في هذا المثال. اطلع على هذا المثال، في عندنا مثلا هذه المعادلة معادلة تكعيبية fx is equal 9x cubed minus 5x squared plus 3x plus 7. هذه المعادلة لاحظ انه وجدنا بدنا مثلا نعمل plot لهذه المعادلة في range minus 2 to 5، يعني x من تبدأ من minus 2 وبتنتهي في 5. فبنستخدم البوليفال لهذه العملية. كيف نعملها؟ هذه الطريقة، هاي الإجراء، انه الـ A بنحط فيه معاملات المعادلة هذه اللي هي minus اللي هي 9 و minus 5 و 3 and 7، هي حطيناها في A. الـ X هنا ناخذه من الـ range، ما هو حط لي range minus الـ range لـ X minus 2 to X، هو حدد لي إياه. فببدأ الـ X بتساوي minus 2 to 5 in steps of 0.01. هذا step انت اللي بتحدده، الا اذا هو حكى لك بدي step اقل او اكثر، فstep انت اللي بتحدده، بس النهايه والبدايه هي راح تكون بالسؤال. الان لاحظ بتحط الf او بتحط y او بتحط z او بتحط whatever، وين القيم بدك تحطها. بنحط البوليفال اللي هي built in function. الارجيومنت البوليفال اللي هي الـ A اللي هي بتحوي معاملات البولينوميال اللي أنا بدي أعوض فيها، والـ X اللي هي اللي إحنا هسا أعطيناها قيم. الـ X هنا عبارة عن list of values، فالآن بيعطيني الآن قيم F، كل قيم الـ X بيعطيني مقابلها قيم الـ F، فبيعطيني جدول هسا F مع X.
الآن بهذا الجدول بإمكاني أعمل plot زي ما إحنا بنعرف، نعمل plot x و f ونحط ال x label وال y label. أرجو أن يكون هذا تضحط الأمور في هذا الوضع، وأشكركم. السلام عليكم. هذا التوليفة الآن لعندها